السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي ومتابعي ومشتركي قناتكم الحبيبة اعرف دينك. معانا النهاردة قصة من أجمل ما تسمع في حسن الخاتمة. كانت من عوام الناس، أم زي أي أم، لا بتقرأ ولا بتكتب. مات زوجها ورفضت إن هي تتزوج من بعد موته، وقالت أنا هربي ولادي، وربت أولادها. في الوقت ده أصيبت بالعديد من الأمراض، وفي رحلتها ديت جوزت ولادها بنتين وولد. زاد عليها المرض، والمرض خلى وشها لون أسود، بقى لون أسود وشاحب. ما كانتش بتحمل جوه قلبها حسد ولا غل ولا أي حاجة، ولا حسد ولا غل ولا حقد لأي حد. كانت بتسامح على طول الوقت. وفجأة جه اليوم اللي هيجي لنا وانت، جه اليوم اللي هينزل فيه ملك الموت، جه اليوم اللي كلنا فيه سنفارق هذه الدنيا ونقبل على الله. في اليوم الموعود بنتها بتقول لي ما كنتش عارفة اعمل ايه مع امي، اتصل بخلاني او خالاتي؟ فبتقول بقدر الله عز وجل. كنت محتاسة اعمل ايه، لقيتهم هما لوحدهم، جم خلاني وخالاتي كلهم اتجمعوا في الوقت دوت، وانا كنت قاعدة جنب امي. قلت لها يا امي زي ما تعودنا، يلا قولي سبحان الله والحمد لله والله اكبر. تقولي راحت رافعه اصبعها وقالت لا اله الا الله. ما تكمل، مش هكمل. ليه؟ لان هي ما كملتش. عذرا، دي كانت اخر جمله ليها، لا اله الا الله. وماتت الام ديت، وهي بتموت وجهت وشها للقبلة. من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، نحسبها كذلك. الغريب لما دخلت عليها المغسلة وكشفت عن وشها قالت بسم الله ما شاء الله، هي ما تعرفهاش، وشها أبيض ومنور. فاستغربنا، مش دي أمي اللي المرض هدها وخلى وشها أسود وشاحب؟ بعد الموت او بعد فضت روحها الى بارئها، واثناء الغسل وشها تبدل ابيض واستدار واستنار. سبحان ربي. انا وانت حال حالك يكون ايه؟ ها، هل وش انا وانت بعد الموت هيبيض ام عذن الله واياكم هيسود؟ اسال الله ان يرزقنا واياكم حسن الخاتمة. بحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.